بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم بإذن الله تعالى مع بعض كذا نبغى نتكلم على الصيام المتقطع، بنات موسوعة كاملة متكاملة، ونتكلم كمان على بعض الحاجات. رجاء لا تسوي نسكب لاني ما راح اعيد موضوع الصيام المتقطع مره ثانيه، راح اتكلم اليوم باسهاب وتفصيل. بس اول حاجه خلونا نبدا اول شيء بالمنتجات او الحلويات اللي كنا نحبها كحريم. ابغى اوريكم المنتجات اللي وصلتني كهديه، هذا مش اعلان، ارسلوا لي هديه وانا من باب رد الجميل قاعده اعرض المنتجات. متجر سناف الله يسعدهم يا رب. بنات تحبون الحلويات الشوكولاتات الاشياء هذه، لا تتعدين متجر سناف. كل الحلويات حقاتي اللي تشوفونها تراها من عندهم، عندهم سناكات وأشياء كثيرة، برضو منتجات خالية من الجلوتين، أشياء لا تعد ولا تحصى. يلا على بركة الله خلونا نشوف متجر سناف وش عندهم، وبعد كذا نبدأ نتكلم عاد عن موضوع الصيام المتقطع. الحين حابة أوريكم بعض المنتجات اللي وصلتني من متجر سناف. هذا المتجر يا بنات يبيع منتجات صحية وحلويات تناسب الدايت اللي يبغون يسوون دايت يبغون يسوون رجيم. متأكدة بإذن الله تعالى هذا المتجر بيناسبكم أنتم، تشكيلة هائلة ورائعة من الحلويات، منتجات الصحة، منتجات إنزال الوزن اللي متبعين نظام كيتو أو متبعين نظام الصيام المتقطع أو أي برنامج صحي أو غذائي. بإذن الله تعالى متجر سناف راح يناسبكم. بخلي لكم الحساب في صندوق الوصف وأول كومنت مثبت. بنات أنا كنت آكل من منتجاتهم ونزلت 5 كيلو فيما يقارب أسبوعين. خلاص أنتم كمان إذا حابين تطلبون من عندهم بإذن الواحد الأحد لا تخافين بينزل وزنك. منتجاتهم صحية، الحلو بمنتجاتهم عجبني أنهم يكتبوا لكم الحصة كم فيها. شوفوا على سبيل المثال هذا النوع من زيرو، خلاص شوفوا كاتبين لكم هنا الكمية لكل وجبة 127 سعرة. تفتحين الكرتون تلقين الوجبة موجودة هنا، هذه تعتبر وجبة. خلاص فصراحة مرة حلوة وزينة. المتجر يا بنات فظيع، طعم الشوكولاتات هائل ورائع، شوفوا ما شاء الله والباكج مليان. تعالوا خلونا نشوف ايش المنتجات اللي موجودة هنا. اول حاجة ابغى اعرفكم عليها منتجات شركة زيرو. زي ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه يا بنات شركة زيرو، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تشكيل هائلة من حلويات الدايت. بوريكم حاجة حاجة. اول حاجة وصلني من عندهم هذه الدونات، مرة جربتها، طبعا انا مجربتها من قبل من عندهم كمان، حيل لذيذة يا بنات. هذه فيها 128 جرام طبعا بدون سكر مضاف. هذه عبارة عن لكل وجبة تمام 134 سعرة، يعني يعتبر حاجة صراحة فظيعة. كمان ارسلوا لي 2 بسكوت من هنا، هذا بسكوت القهوة التركية حيل حلو. برضو كمان ارسلوا لي بسكوت الشاي بالشوفان تمام. كمان ارسلوا لي رقائق الشوكولاتة برضو يا بنات. هذا البسكوت عرفتوا هذا لذيذ لذيذ، ادمان مع القهوة التركية، ادمان ادمان. خلوا علبة بشنطتكم كذا وين ما تروحين تاكلين منها، احسن ما ايش، احسن ما تلعبين بالحلويات والشوكولاتات الثانية. ما شاء الله شوفوا الكميات راهية يا بنات والاسعار خرافية. كمان ارسلوا لي هذا، هذا عبارة عن بسكوت فوق شوكولاتة حلو. ارسلوا لي كمان كوكيز، الكوكيز حقهم دمار، دخلوا شوية للمايكرويف شيء عجيب. هذا هو برضو بنات ارسلوا لي نفس هذا نفس هذا، خلاص بس هذا بالشوفان الكامل. هذا كمان فظيع فظيع، من الاشياء اللي خلصتها بدري حيل عجبني. وكمان اخر شيء ارسلوا لي لو عندك اطفال نفس سارونا، سارونا متبعتها نظام صحي حاليا، واعطيها كل يوم صنف واحد من الحلويات الصحية. كمان في اوريو، انا صراحة ام سارة مش من عشاق الاوريو خلاص، بس لذيذ، انا جربته لذيذ لذيذ. الحصه الواحده شوفوا من داخل، مثلا تبغى تعطينها طفلك امان يجي كذا، هذا من جوا شوفوا، هذه كامله فيها من داخل 4 حبات اوريو، اي 4 حبات بنات، فيها 150 سعره فقط. حلو كذا تعطينها طفلك وانت مرتاح انه ما ياكل اشياء ترفع الدهون. بعض الشوكولاتات عندهم تلقين السعرات ممكن تكون مرتفعه نوعا ما، انا اتفق معاكي بالحاجه هذه، بس يا بنات الحلو فيها انه ما فيها دهون. احنا مشكلتنا مع الدهون، ما فيها دهون
يعني ما تأثر على الطفل ولا تأثر على الجسم. هذا أول شيء وصلني من عندهم. تعالوا نشوف الأشياء. وصلني من عندهم مجموعة الدونات هذه اللي أنتم قاعدين تشوفونها. أشياء يا بنات فظيعة فظيعة. طبعا أنا مجربتها قبل من عندهم. حاجة خرافية. أول حاجة بوريكم إياها هذه. شوفوا. تخيلوا هذه فيها 30% بروتين. يعني أشياء مفيدة. ما تأكلينها كذا بس وبس. لا. فيها بروتين. البروتين فيها عالي. هذه كلها اعتمادها تقريبا على البروتين. حلو. هذه يا بنات دونات بالكريمة. خلاص عندكم هنا هذه بالشوكولاتة. هذه 25 بروتين. هذه كمان من نفس الشركة. خلوني أوريكم. في عندكم هذه. خلاص كلها يا بنات يعلمك كم سعرة فيها كم بروتين فيها. هذا اللي يعجبني متجرهم أكثر شيء. كمان أرسلوا لي هذه. هذه بالفراولة. هذه ما ذقتها. سارونا ذقتها أول مرة. في هذه بعد. هذه شكلها بنات. شوفوا طراوتها. شوفوا شوفوا طراوتها. طرية طرية لأبعد الحدود. خلاص أرسلوا لي هذه بالشوكولاتة. ومرة متحمسة أنا أجرب بالكراميل. أحسها مرة حلوة مع القهوة. هذه الفطيرة كلها فيها 99 سعرة فقط. ما فيها سكر مضاف. إيش معنى ما فيها سكر مضاف؟ السكر اللي فيها صناعي نفس ستيفيا نفس كذا الشركات الثانية. خلاص كمان هذه بنات. هذه بإيش؟ بالملك كريم. بالحليب لا أدري. خلاص فيها بروتين. شوفوا فيها 25% بروتين. وكمان هذه بنات. وبرضو أرسلوا لي هذه بالتوت. هذه بالتوت والشوكولاتة. هذه بالتوت لحالها. هذه فيها 103 كالوريز. عندكم هذه بعد. أشكالهم فظيعة صراحة. وهذه وكمان هذه وكمان هذه. ممكن البعض يقول يا أم سارة الأسعار غالية. شوفوا بنات أنتم ما تتابعون المنتدى ولا تتابعوني بالإنستغرام. والله إني أختار لكم أحلى العروض. نزلوا عرض المرة اللي فاتت صورتكم يا كرتون مليان مليان. كان ب 129 ريال فقط. مليان يكفيك لو تبين 3 شهور. مليان الكرتون. خلاص فأتوقع العرض إلى الآن موجود عندهم. ادخلوا للمتجر وتأكدوا. ما خلصنا طبعا. باقي كمان منتجات بوريكم إياها. هنا يا بنات أرسلوا لي نوتيلا صحية. شوكولاتة صحية تمام كذا. كمان بدون سكر مضاف. خالي من السكر المضاف. حاطيكم كمان كم فيها من السعرات الحرارية. هذا الشيء اللي أنا أدمنت عليه مع الشاي. عندي علبة ثانية أنا منها وصلتني كمان. كراكرز بنات خيالي خيالي خيالي. هذا معمول بحبوب الكينوا. تمام. برضو كمان حاطي لكم 8 حبات منه. 8 حبات فيهم 444 سعرة حرارية. ما يقارب 8 حبات منه. خلاص خذي كذا مع كوب شاي وانتي بالسليم. هنا كمان مرسلين لي هذا هذا فول سوداني مملح حار بالفلفل الحار. هذا واحد. هذا عبارة عن 30 جرام. ما حلو مع الشاي. ومرسلين لي كمان واحد ثاني زيه. هذا يا بنات بالملح. وبرضو كمان محشي من داخل. هذا عبارة عن فول سوداني. هذا بالفلفل وهذا بالملح. وهذا اتوقع باللبنة. اتوقع باللبنة والنعناع. متحمسة اجرب. هذا ما جربتهم قبل. اول مرة بيسلوا لي اياهم. وكمان هنا هذه. هذه عبارة عن كوكيز. خلاص الكوكيز بالكريمة البيضة هالمرة. وفيها من داخل يا بنات شوفوا فيها دقيقة. يبغالي اقعد. انتم اول ما يوصلونكم بتشوفونهم على طول. تمام. يعني ما ابغى اطول الفيديو عليكم. هذا اللي ماني عارفة وشو. جرانولا عندهم. هذا جرانولا تحطونه مع الزبادي. احسه بيطلع مرة حلو. كمان بجربه بالتوت. مرة متحمسة حيل متحمسة. طيب تحسبوني خلصت؟ لا ما خلصت. خلنا نجيب اللي بعد. يلا نشوف الاشياء هذه اللي مرسلينها لي. طبعا في اشياء منها اكل. كلوا تسارونا عليها بالعافية. اول حاجة ارسلوا لي بار لوح كامل من الشوكولاتة. جربتها خرافية مع القهوة العربية. تصبي لك فنجان قهوة سعودية. تاخذي لك 3 حبات. من هي 3 حبات تعتبر حصة. خلاص تاخذي لك 3 حبات قهوين. خلاص انت كذا كسرتي رغبتك الحلة. حلو. مرسلي لي كمان هنا. هذا انا جربته فظيع. انا جربت الاحمر. جربت هذا. هذا صراحة صار اكلته بالعافية.
خيالي هذا أنا جربته مو طبيعي مو طبيعي بنات والله مو طبيعي. مرسلي لي حبتين تمام، برضو كمان مرسلي لي هنا هذا، هذا عبارة عن فول سوداني، هذا كانوا مرسلي لي منه 5، ثلاثهم سارونا كانت 3 عليها بالعافية، طبعا مو اليوم وصلوني قالوا قبل مدة بس سارة قضت على 3 منهم بالعافية، حتى حلو الأطفال تعطين كنت أعطيها إياها وجبة كذا، ومن كثر ما هو زين كانت كل يوم تأخذه تمام. طيب أرسلوا لي كمان هذول 2 لو عندك أطفال حلو، برضو كمان آمن لهم. أرسلوا لي من هذا 4، تعالوا أوريكم واحد صورته أول ما فتحت الكرتون وكلته سارة، وخذت كمان من واحد من هذا بوريكم، تعالوا نشوفه مع بعض. أرسلوا لي كمان 2 من الحلويات من البسكيت، تاخذين واحد بشنطتكم وانت رايحه تتقهوين عند اهلك عند اي مكان عند صديقاتك، حتى خذي معك الشوكولاته حبتي قولي معليش انا عامله دايت، خذي اغراضك معك خلاص. طيب كمان ارسلوا لي هنا شوفوا هذا عباره عن بروتين، هذه كلها يا بنات بروتين خلاص. مسلي لي هنا 3 حبات الله يجزاهم خير، 3 بارات ما شاء الله مره ثقيل مره مره ثقيل حلو. هذا واحد هذا بنات بالبندق، وهذا واحد بجوز الهند حلو، وهذا بنات بالشوكولاتة والحليب. كمان آخر حاجة مرسلي لي إياها، مرسلي لي هذا زي الكندر أسبوعين يجي بالشوكولاتة والبندق، فيه 20% بروتين وتلقون داخل كان فيه سعرات حرارية. وهنا آخر حاجة مرسلي لي رقائق الشوفان أو صابع الشوفان، واحد بالفراولة وواحد بالتوت، إيش الدلع هذا مع كوب نسكافيه، إيش الدلع هذا. بس شكرا متجر سناف على الجمال اللي ارسلتوا لي، الله يزيدكم يا رب كثر الله خيركم ما قصرتوا، شكرا جزيلا لكم من اعماق قلبي. للعلم انا اول مره تعاملت معاهم بفلوسي، دفعت انا قيمه الطلب، والكرتون هذا اللي جاني منهم المره الثانيه هديه ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد ما وريتكم المنتجات اول مره بدون اي اعلان جاهم مبيعات حلوه وارسلوا لي هذا الصندوق هديه، جزاكم الله الف خير كثر الله خيركم متجر سناف ما قصرتوا. تعالوا الحين خلونا نصف الثروه القوميه هذه مع بعض، بس قبل أبغى أوريكم منتجات اللي أنا خذيتها من كارفور وبرتب الأغراض مع بعض، هيا بنا. هذه المنتجات اللي خذيتها من كارفور، خذيت هذا السكر أنا مجربته قبل حين حلو يا بنات، والسعرات الحرارية فيه 0 خلاص. تروبيكانا طعمه يا بنات لذيذ وحلو وخالي من السكر. برضو كمان خذيت هذا زيت جوز الهند، عشان لو بغيت أسوي أي حاجة بالبيت أو خبز ولا أي شيء يكون عندي هذا الزيت، هذا الزيت بديل ممتاز ويعتبر صحي وآمن 100% للأنظمة الغذائية، فخذيت علبة هذه كانت تقريبا بنات ب16 ريال. برضو يا جميلاتي خذيت هذا النسكافيه، أنا ما جربته أول مرة بجربه، مكتوب عليه 2 في 1، تقول لي يا أم سارة النسكافيه مضر عشان فيه مبيض، شوفوا بنات ما شاء الله شوفوا النسكافيه مضر أم سارة عشان فيه مبيض، بنات ما أحب نظام الحرمان ما شاء الله نزولي ممتاز، فما أبغى أسمع كلام زي كذا. هذا شوفوا هذا عبارة عن 2 في 1 ما في سكر، لو أنت حابة تحلينه بسكر مضاف زي تروبيكانا إذا أنت ما تحبينه بدون سكر عادي اللي تبين، بس أنا أم سارة أحب أشرب النسكافيه غالبا بدون سكر. ما شاء الله فيها من داخل 24 مغلف، إي 24 باكت من داخل، هذا أول مرة أجربه كانت الكرتونة كلها ب17 ريال، بجربه بعطيكم رأيي في صناعته عشان اللي حابات يفهم المنشأ وين. المنشأ أمريكي يا بنات كندا، شوفوا خلاص كندا تمام. تعالوا خلنا نشوف، خذيت هذه الحافظات من عندهم حيل عجبتني لبيتي، عليها عرض كانت 29 ريال، فقلت خذيها يا أم سارة بتنظم لي الثلاجة، حط فيها الجبن حط فيها الديك الرومي حط فيها الورقيات، فيني أخذ كمان واحدة ثانية منها لأنها صراحة تفتح النفس لتنظيم الثلاجة. شوفوا دقيقة شوفوا بنات كانوا مسوين عليها عرض حبيتها، هذه واحدة صراحة خامتها بطلة 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 خامتها، فيها من هنا مطاط آمن عشان الهواء تسكرونها وللثلاجة الله إيش هذا، لا لا من جد خامتها حلوة. هنا يجون 2 قد بعض، هذه وهذه قد بعض، وبرضو كمان عندكم هنا هذول 2 قد بعض، هذه تفتح من 4 جهات، جو 2 كمان قد بعض، وآخر حاجة العلبة الكبيرة الأم اللي هي الكبيرة أكبر شيء، هذه شوفوا
هذه بنات حابين تحفظون فيها خس، اي حاجه انتم حابين تحفظون فيها تحطون فيها. طبعا رقمها يا بنات، دقيقه، رقمها يا بنات 5، تمام، رقمها 5. حلو هذا الرقم، يعني امنه للتخزين البارد والحار. خلاص هذه المنتجات اللي انا خذيتها. تعالوا الحين ابغى اسوي درج الحلويات عشان لما ابغى اختار استمتع. تعالوا يلا نسوي درج الحين، خلونا ناخذ بريك كذا صغنوط، وابغى احط زيت يا بنات على شعري بعدين نكمل الشغل. اليوم حاب اعرفكم على الزيت الافغاني، انا تكلمت عليه اكثر من مره واليوم برجع باذن الله تعالى اتكلم عليه. زي ما تشوفون يا بنات انا اللي عندي هنا عرض 3 حبات مع بعض، ادخلوا يا بنات اطلبوا من عندها. شوفوا السعر ما شاء الله تبارك الرحمن، والعلب ما شاء الله تبارك الرحمن كبيره، ومفعول الزيت يا بنات بتلاحظونه من اول مره. بس ملاحظه صغيره، ابراء للذمه بخصوص هذا الزيت، الزيت هذا يعني لا تتوقعين لما تطلبينه تكون الروائح مثلا متوسطه كثيره، لا، في ريحه بالزيت، بس الريحه يا بنات بعد الاستحمام تطلع، مش مثل الزيوت اللي الريحه تبقى بالشعر. خلاص بنات، طيب عندكم 15% خصم المتابعات ام ساره، يلا يا بنات اركضوا اطلبوا من الزيت حقها. يا ما تكلمت عن الزيت هذا واليوم برجع اتكلم عليه. طبعا زي ما تشوفون هذا اللي قدامكم عرض، يجي عباره عن 3 علب، والعصار هذا اللي بايدكم او الموزع اللي توزعون فيه. خلاص بنات، خلونا نتكلم شوي عن الزيت. الزيت طبعا طبيعي، يناسب الرجال وكمان النساء والاطفال، وبرضه يا بنات الحلو فيه امن على الحوامل، طبيعي 100%، وكمان عشان ما تخافين الزيت مصرح من هيئه الغذاء والدواء السعوديه. مفعوله يا بنات يبان من اسبوعين، بس انا بقول لك ام ساره انه مفعول الزيت راح يبان معاكي من اول مره بخصوص اللمعه. اول مره قلت لكم اياها قبل، بتلاحظين باذن الله تعالى اول مره لمعه مهي طبيعيه بالشعر، وتكلمت عليها قبل. انا يا بنات احط شويه على راحه يدي، افركها شوي كذا، فكيت شعري هنا، تمام، ابدا كذا افركها على راحه ايدي زي ما تشوفون، شوفوا، وابدا كذا اوزع الزيت على كل شعري بالكامل، شايفات؟ طبعا اوقات احط لي وكمان احط الصارونه. بخلي لكم حسابها باذن الله تعالى. هذا يا بنات عرض اللي طلع على الشاشه، لا يفوتكم للي حابه تطلب، عرض رهيب، ادخلوا عندها واسالوها على العرض هذا، ولا تنسين تستخدمين كود خصمي 15%. طبعا ادخلي على حسابها، في تجارب كثير لعميلاتها ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا لما اقول لك ام ساره انا مجربته، اي يا بنات انا مجربته على شعري ومجربته على شعر صارونه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الزيت من اول مره بتحسين فيه لمعه من اول مره، بس مو يجيك الشعر خشن تبغين الشعر يصير ناعم، هذه يا بنات ترى كذب. اللي تقول لك خلي الشعر حرير ويهفف، هذا كلام فاضي وخرابيط فاضي. هو يغذي الشعر، يعطي لمعة على الشعر، يقضي على التقصف، يقضي على الخربات اللي بالشعر، لكن اكيد ما راح يحول الشعر من خشن الناعم. هذه هرمون، هذه جينات ما لها علاقه. طبعا التوصيل لكل مناطق المملكه العربيه السعوديه، ادخلوا عليها يا بنات واسالوها تشحن لدول الخليج او المناطق العربيه ولا لا، البلدان الاخرى يعني. هنا جبت المساج حق راسي كذا، ابدا كذا افرك على فروه الراس، بخليه يا بنات على شعري ساعتين وبعدين بغسله. الشامبو اللي تغسلون فيه لازم ما يكون شامبو عضوي غير عضوي، تمام، لازم يكون في ماده السلفات يا بنات، تذكروا، علشان تقضون على الزيت هذا ويطلع الشعر صحي وحلو. لا تخافين من استخدام شامبو غير عضوي، عادي اي شامبو انت حابه تستخدمينه استخدميه، بس ما يكون شامبو عضوي. انا اخليه ساعتين وبعدين اغسله، وبعدين ما شاء الله تبارك الرحمن استمتعي، داوموا يا بنات والنتيجة بإذن الله تعالى بس بان معاكم بعد أسبوعين. لكن أنا أم سارة اللمعة بينت معي من أول مرة، يمكن عشان شعري ناعم ماني عارفة، لكن بإذن الله تعالى حتى اللي شعرهم مو ناعم أكيد أنتم مميزات حلوة بشعرهم بتلاحظونها بإذن الله تعالى باستخدام الزيت. خلاص يا بنات بخذي لكم رابط الطلب حق الواتس أب تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت للي حابات يطلبون من عندها. من باب إن قاعدين نتكلم بالعناية والجسم والصحة، لا تقصرون على أنفسكم باستخدام أشياء مفيدة تفيد جسمكم وتفيد شعركم. تذكري ما حد راح يعطيك شعره ولا صحته. خلوني وأنا أرتب الأغراض نبدأ كذا نتكلم عن موضوع الصيام المتقطع. خلاص شوفوا يا بنات، نظام الصيام المتقطع يتيح لك تصومين 8 ساعات أو أكثر. حلو، أقل من 8 ساعات لا تصومين، حتى 8 ساعات وانتي صايم يعني اثناء ساعات الصيام، ايش الاشياء يا ام ساره اللي مسموح انا اكلها ساعات الصيام؟ الاشياء اللي مسموح انت تاكلينها مي ومشروبات عشاء، مثلا زهورات، مرمريه، بابونج، اشياء هذه بدون سكر. خلاص، وبرضو كمان ممنوع العصاير الطبيعيه، اتفقنا بنات؟ يعني مسموح تشربين فقط مي، شاي، قهوه، مشروبات الاعشاب
بس ما في شيء ثاني. لا تقولي أم سارة عادي أخذ فواكه، عادي أخذ مكسرات، لا ممنوع ممنوع، اللي قلت لك إياه فقط هو المسموح، خس خيار ما أدري إيش ممنوع. إحنا شنو نبغى نسوي؟ نبغى نحافظ على الجسم إنه إيش، إنه ما يرفع الأنسولين، تمام؟ إنه ما يخلي الأنسولين نايم بحالة سبات، بحيث إنه لما الجسم يبدأ يطلب سكر من يروح يبدأ يأخذ من السكر اللي بالجسم يحرق. فإحنا ما نبغى ندخل أي مصدر من مصادر الأنسولين للجسم. حاجة ثانية يا بناء، مصادر السكر للجسم أو حتى نساعد على تنشيط الأنسولين برضو، كمان الليمون المدري إيش هذا يا بنات ممنوع منعا باتا، ارتسمي بس مشروبات الأعشاب، وبرضو كمان المي فقط، شاي قهوة بدون سكر. المبيض ممنوع، تشربين نسكافيه مع مبيض ممنوع، لازم النسكافيه يكون خالي من المبيض، خلاص. طيب في ساعات الاكل، انا ايش اخذ يوم ساره، مسموح لك بساعات الاكل تاكلين باعتدال. اذا انت تبغين طريق الرشاقه بسرعه بسرعه، تبغين تنحفين، تبغين تعيشين بصحه ولياقه وبسرعه تساعدين على انه وزنك ينزل، اقطعي السكر الابيض، اقطعي الخبز الابيض، اقطعي المكرونه، اقطعي مصادر النشويات القويه. ايش مصادر النشويات القويه؟ سكر ابيض، عفوا الخبز، المكرونة، هذا أقوى مصدر من مصادر السكر، هذا مصدر النشويات، هذول الاثنين حاولي على قدر الإمكان تقطعينهم. طب يا أم سارة مسموح لي أكل الخبز البر؟ إي نعم مسموح، بس مو معناه مسموح معناه أني أفرط أو أكب العشاء، لا، معناه أني أوازن، لا إفراط ولا تفريط، تمام. أفضل أنواع الخبز اللي ممكن تاكلونها عندكم خبز الشعير، يعتبر هو الأفضل. إي نعم قاسي، بس تبغين الرغيف الواحد فيما يقارب 85 سعرة، هذا بالنسبة لخبز الشعير، بينما الأنواع الثانية أنت تتعدين 300، متخيلة؟ فدائما احرصي على خبز الشعير. طيب يا أم سارة أنا مثلا حابة أني أصوم فرضا 8 ساعات، والأي أو الساعات الباقية أكلها أكل فيها، يعني متى تكون أول وجبة ومتى تكون آخر وجبة؟ أنت راجع لك هذا، أنت تنظمينه مش أنا، أنت تنظمين. متى حابة أنت مثلا فرضا أنت موظفة، تمام، وتروحين دوامك الساعة 8، انت مضطره انك تفطرين، انت ما تفطرين، خلي ساعات اكلك تبدا من الساعه 8، تبدين تاكلين من الساعه 8 اللي تروحين تستفتحين باول وجبه، احسبيها 8 ساعات وبعدين صومي، تمام. حابه تصومين 12 ساعه، حابه تصومين 16 ساعه، حابه تصومين 10 ساعات، اللي تبين، اهم شيء انه ساعات الصيام ما تقل عن 8 ساعات. مده الصيام الساعات متى يبدا ومتى ينتهي انت تحددينه. نصيحه صغيره يا بنات حابه اضيفها لكم، اسمعوها من اختكم، نصيحه احرصوا على نوم الليل، لانه في عندكم شيء الغده، في عندنا غده اسمها الغده الصنوبريه، هذه الغده ما تشتغل الا بالليل من الساعه 10 الساعه 4، انت متخيله؟ فانت لما تسهرين بالليل الغده هذه ما تعمل عندك، هذه الغده في حال ما عملت عندك ايش اللي يصير يا بنات؟ عندك شيء اسمه الكورتيزون، الكورتيزون هذا يدمر الجسم تدمير كامل، تمام. هذا الكورتيزون يدمر الجسم في حال انت ما نمتي، تمام. فانصحكم يا بنات تحرصون على نوم الليل، احرصي على نوم الليل قد ما قدرتي عشان تساعدين الغده الصنوبريه على العمل، واكيد اكيد طفي الضوء، لازم تكونين نايمه ومطفي الضوء، خلاص. طيب انا يوم ساره عندي دهون وشحوم على منطقه البطن، وعندي دهون وشحوم على منطقه الخواصر او الجناب، ايش اسوي؟ اللي تسوين تركزين على مشروبات الاعشاب، اشتغلي على الاعشاب قد ما قدرتي. ايش هي الاعشاب؟ خذي بابونج، لا تاخذين اشياء اللي تخربط الهرمونات، بردقوش شيء يخربط الهرمونات معروف، ابعدي عنه. خذي اشياء طبيعيه الملينات، كمون، قرفه، زنجبيل، هذه اشياء ما تخربط الهرمونات عندك، تنظف الرحم وتحرق بنفس الوقت، لكن في اشياء معروف انها تخربط الهرمونات فابعدي عنها. خذي بابونج، خذي ينسون، هذه الاشياء المريحه اللي تريح البطن، اشربي منها قد ما قدرتي، تنحت لك البطن نحت. الحمد لله انا يوم نزلت 7 كيلو بنات، انا من الناس ترى اللي ما عندي كرش ولاد، انا ما عندي، وانتم لما اصور اوقات تشوفون بطني مع الجنب ما يبين زياده، فاشتغلوا على ايش؟ على الاعشاب هذه، انا احبها صراحه، عندي الاعشاب هذه من احب الانواع اللي انا احبها، اللي احب اشربها يعني. طيب يا ام ساره انا كيف استفتح اول وجبه عندي؟ حاولي دائما اول وجبه عندك تكون بروتين، دائما بروتين. لو تاكلين عندي 4 بيضات ابرك منك تاكلين رغيف خبز واحد، تخيل رص رغيف سيء. دائما ابدوا ببروتين والياف، دائما خلي الوجبه عندك بها مصدر من مصادر البروتين والياف، وركزي على البروتين. ليش البروتين يا بنات؟ لما تاكلون البروتين يبني عضل، خلاص. لما تفتحين اول وجبه عندك ببروتين انت تساعدين الجسم على بناء العضل، انت قاعده تخسرين وزن بس تبنين عضل، عشان ايش؟ عشان ما يجيك ترهلات،
خلاص. طيب يا ام ساره، ايش السكر المسموح لي؟ خذي اي سكر دايت عادي. واللي تقول لك سكرات الدايت كذبه، بنات لا تصدقون اي كلام. انا لو كذبه انا ما نزلت 7 كيلو باسبوعين، انا ما نزلت قبل 20 كيلو بشهرين. لا تصدقون الكلام اللي تسمعونه، خذي كلام من مجرب. السكر اللي معي حاليا، انا قاعده استخدم تروبيكا او تروبيكانا اسمه الاصفر، وقبلها كان معي ستيفيا برضو كمان كان حلو، مو ستيفيا، ستيفيانا. انا ستيفيا ما احبه، طعمه يدوخني. خلاص بنات. طيب يا ام ساره، ايش انا مش تايه حلا، ايش اخذ؟ خذي باليوم سناكين. ايش هم السناكين؟ تسليه. فرضا انت الوجبه عندك تبدا الساعه 8، هذه وجبه الفطور، تمام؟ احرصي دائما انك تاخرينها، يعني مثلا انت الساعه عندك تبدا مثلا الساعه 8 الاكل، وانت تقومين الساعه 8، اصبري لك ابو ساعه، ساعه ونص، وبعدين كولي. لكن في حال انت قمتي بدري مثلا الساعه 6 نفس وضعي، فعادي اخذ وجبتي بدري. ليش؟ نفس وقتها. ليش يا بنات؟ لاني صحي بدري اصلا. خلاص. طيب يا ام ساره، في حال انا بديت اول وجبه لي، وش اخذ؟ خذي اللي انت تشتهيه، ابعدي بس عن مصادر النشويات. خذي خبز، ما عندك ما يخالف، خذي خبز. وابعدوا عن البر، ترى خبز البر سيء. اللي تحسب ان الخبز البر خيار ممتاز، لا، الخبز البر بس ايش اقول لكم، في نسبه من الالياف المعقده اللي ما ينهضم بسرعه زي الخبز العادي، بس هذا الفرق، يعطيك شعور بالشبع. برضو كمان الشوفان، اللي يحسبون انه الشوفان خيار صحي، الشوفان مرتفع بالسعرات الحراريه، انا ما اكله، ما اكله. اللي يقول لك الشوفان صحي، الشوفان حلو ممتاز زين، بس مليان بالسعرات الحراريه. الحلو بالشوفان ان يعطيك شعور بالشبع، والدهون اللي فيه او الالياف النشويات اللي فيه مفيده، بس انا ام ساره قطعته لاني ما ابغى مصدر من مصادر النشا، فانا الشوفان ما اشربه نهائيا. اشتهيت شوربه اروح للعدس. دائما البقوليات خيار افضل في الصيام المتقطع. انت متخيله كوب واحد من البرغل، لو خذيتي كوب واحد برغل في 113 سعره، بينما لو خذيتي كوب واحد من الرز في فوق 800 سعره. متخيله يا بنات؟ تخيلات يا بنات، اجرام بحق انفسنا، صح ولا لا؟ برضو كمان احرصي على انه تكون وجبه الفطور فيها انواع متنوعه، يعني مثلا خيار، خس، جرجير. احرصي على الالياف، ليش؟ انها تعطيك شعور بالشبع، تعطيك شعور بالشبع. معلومة أخيرة، كم وجبة تاخذيني يا أم سارة بنظامك؟ أنا نظامي يا بنات صيامي 16 ساعة، أنا أصوم 16 ساعة وآكل بس 8 ساعات. أنا معتمدة على وجبتين، وجبة الفطور أبدأ فيها لأني أقوم أنا بدري، أقوم قبلها، أنا أقوم قبلها ب3 ساعات، أشتغل، أنظف بيتي، أكثر من شرب المي، أتحرك في بيتي، بعدين أبدأ بالوجبة حقتي، بعدين أخذ سناك، بعدين أخذ العشاء حقي، وخلاص آخر وجبة عندي تقفل الساعة 5 العصر، وأنا أنام الساعة 8. فشوف الوقت أكيد طبيعي بحرك، طبيعي بينزل وزني. هل يا أم سارة ممارسة الرياضة مهمة بالصيام المتقطع؟ نعم مهمة مهمة. ما تقدرين تطلعين تمشين بالبيت، امشي بالبيت قد ما قدرتي، ارقصي، سوي أي حاجة، أهم شيء تحركي، والحركة لازم فيها جهد. لا تقولين شغل البيت يكفي، ما يكفي، لازم عضلة القلب تتعب، تجهدين القلب وانت تشتغلين. هذا الشعور عرفتيه لي 30 30، احنا نحتاج هذا الشيء عشان ايش؟ عشان تحرقين. هنا تبدأ عملية الحرق تصير عندك، لما يبدأ القلب يحس بجهد تعب. فهماتني بنات؟ أتمنى كذا أكون كفيت ووفيت بخصوص بيبسي الدايت. اللي يقول لكم البيبسي مضر خرابيط، بس يبغون يعقدونها على البنات، بيبسي الدايت آمن 100%، خصوصا الزيرو الأسود، أشربك باليوم علبة مني، خذيها ما عليك أي ضرر، أشربيها تمام. واللي يقولون شرب المشروبات مع الأكل مضر، كمان غير صحيح نهائيا. شرب الماء أو المشروبات مع الأكل يساعد على الشبع سريعا، على طول تشبعين، خليك تشبعين بسرعة، يعبي البطن. خلاص. طيب يا ام ساره، عادي اخذ شويه رز مع قطعه دجاج؟ عادي، اذا انت ما تسمينه مره عادي، كيفك. لكن لو انت تبين تنحفين بسرعه، انا انصحك نصيحه اخت، ابعدي عن مصادر النشويات قد ما قدرتي. الحين بحط لكم بعض الوجبات اللي انا اخذها، تمام؟ شوفوها يا بنات، ونصيحه ابدوا معي، يلا خلونا كذا كنا مع بعض نبدا، وكنا مع بعض نتشجع، وكنا مع بعض نعاول انفسنا على ايش؟ على انه وزننا ينزل، وعلى انه نتخلص من الشحوم. الحمد لله أنا بقالي 4 كيلو أكسر رقم قياسي، تخيلاتي يعني فرضا 80 أنزل 70، 70 أنزل 60. لا يغركم إيديني، إيديني لا تغركم نهائيا، إنه إيديني مليانة، لا يغركم نهائيا. أنا أعرف بنات بالمرة بالمرة سيميلات وإيديهم مرة نحيفات، فلا تغرك إيديني نهائيا. أنا لأني ترى طويلة، طولي 168، وعظمتي مهي ناعمة، عظمتي جبرة شوي، فهميني. فكل ما أنا قاعدة أنحف قاعد يبين علي، وقاعد يبين طولي، فمرة حابة الحاجة هذه، حيل حابة يعني فيني طول، وبنفس الوقت يكون فيني لياقة ورشاقة. فنصيحة بنات، ابدأوا التغيير من اليوم،
تغيير مش بس من ناحية الأكل، تغيير كمان بشعرك وبوجهك بجسمك، كلنا نستحق. طيب يوم صار أنا ما معي مادة أشتري الحلويات هذه، شوفي في بعض الناس فقراء بسيطين كانوا يدرس، والله إني أعرف وحدة أعرفها زي ما أعرف نفسي، قضت الأولى على قسمها، تروين كانت تدرس، البيت كان مليان عندهم، الأولى تخيلوا تخصص صعب، كانت تدرس بالمطبخ، سكر الباب تقعد بالمطبخ تذاكر. هذه مش حجة أني أنا أخلق الأعذار، هذه مي حجة. ابدأي من اليوم معاي بالصيام متقطع، الموضوع مرة سهل عليكي. تدرين مثل أصعب شيء الشدة الأولى اللي أنت تبدين بالصيام، أول 3 أيام 4 أيام بتحسين بتعب، خذيها من أم سارة، أنا حسيت بتعب أول ما بديت 4 أيام، بس بعد كذا بدأ إيش، بدأ جسمي يرتاح، بديت أنام زين، تكرمون ما عاد جاني إمساك، ما عاد جاني شيء. بخصوص الفيتامينات اللي قاعدة أخذ، أنا قاعدة أخذ نوعين من الفيتامينات، فيتامينز وحديد. فيتامينز حقي في أوميجا 3، في كل الفيتامينات النافعة للأظافر للشعر للجسم، بنفس الوقت ما تسمن، وبرضه كمان قاعدة أخذ حديد. بخصوص شرب الشاي مع الحديد، إذا كان الحديد لحاله لا تشربين معه شاي أو قهوة، لكن إذا كان الحديد معه فيتامينات ثانية عادي خذي الفيتامينات تساعد على امتصاص الحديد. خلاص بنات، أتمنى كذا أكون شجعتكم، وأتمنى كذا أكون أعطيتكم حافز وأعطيتكم دافع للرشاقة. أحبكم من أعماق قلبي، وأتمنى لي ولكم رحلة رشاقة، رحلة رشاقة شيقة كنا قدها بإذن الله تعالى، وكنا قادرات على أنه أوزاننا تنزل. أنا قاعدة أشارككم على المنتدى وجباتي تقريبا شبه يومية، قاعدة أحط لكم إياها برضو. كمان أنت مخيرة ولست مجبرة أنك تأخذين من متجر سناف، بس يا بنات أدخلوا وأنصحكم فيه، فيكم تروحون تقولوا لهم نبغى نفس البوكس اللي أم سارة أخذته، نبغى نفس البوكس. طبعا البوكس اللي وريتكم إياه أنا بنات، البوكس اللي وريتكم إياه هذا كان هدية، بس البوكس الأساسي اللي أنا اشتريته بفلوسي كان ب 129 ريال، وطلبوه من عندهم ترى مليان ملي، شافوه البنات معي على الانستغرام مليان، سعره 129 ريال، وأتوقع عندهم أقساط للي حابين يقسطون بطريقة ميسرة. هذا الجزء من فيديو بكرة بإذن الله تعالى، خليكم قريبات، أحبكم من أعماق قلبي، ربي جعلني خير. صح بنات، أخيرا قبل ما أختم، الحليب ممنوع بساعات الصيام، حليب اللبن ممنوعات بساعات الصيام، تمام؟ ربي جعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، استودعتكم الله.